ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الهادي الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من حلي بن يعقوب ومن توبة ومن أبي إسحاق ومن أحد بني زيد، حضرنا في هذه الساحة الكريمة بدعوة كريمة من الأخ العزيز محمد بن علي شيخ الشهر. جئنا إلى هذا المكان ملبين وفي عزيمتكم مشاركين، وللوطن داعين. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا، أن يحفظ بلادنا من كل سوء. ونحن في هذا اليوم في عيد الوطن، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير بثلاث مناسبات: مناسبة عيد الأضحى، ومناسبة عيد الوطن في هذا اليوم الكريم، ومناسبة نجاح حج هذا العام. نسأل الله العلي القدير أن يوفق جنودنا البواسل، وأن يسدد رميهم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. تقدمت عن أخوان مشايخ حلي ومشايخ توقة ومشايخ مسحب وأحد بني زيد. هذا ما جرنا إلى مكانكم من أبين لهذه الدعوة. وأنتم يا بني شهر رجال الوفاء ورجال الكرم ورجال الجود، صيتكم دائما عالي، ولكم مكانة في قلوبنا يعلم الله. ولا نقص في القبائل الموجودين والمدعوين. أسأل الله العلي القدير للجميع التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم جميعا، حياكم الله جميعا. تفضل الله يحييكم. مرحبا بمبادئ الحسين بالوطن يغيب، الله يحييكم على الشهر وعلى الجلال. عبد الله بهدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا يلا الشيوخ، يا يلا من اللي في زمان قلع وكل العريب تشد لدي وش الخصوم ولا نحس بالمعاد.
تعس ببلاها كم راح من صف العدا ضبط برتبته نقيب ما تروح رقابها ولا تجيب عقالها يا مرحبا مباني نجم السلف الوث يغيب والله يحييكم علي بن الشهر وعلي قالها الا بهل في زمان الكهل عوق للحريب بشد الجيوش الخصوم ولا نحس ببلاها واليوم في نعمه بعد ما مرنا وقت عصيب من شرقها لغربها وجنوبها وشمالها في ظل قايدنا ملك الحزم سلمان الحبيب مروض اذنب المجوس وكسر من حالها يا مرحبا مباني نجم السلف الوث يغيب والله يحييكم علي بن الشهر وعلي قالها الا به اللي في زمان الكهل عوق للحريب بجند الجيوش الخصوم ولا نحس ببالها يا ابو فهد شعبك على استعداده بعصر نجيب اضرب بنا وانصف ثريا واسترع بظلالها حنا معك يا سيدي في في ولا في لهيب انت دعنا وجربنا حنا لها حنا لها يا مرحبا مباني نجم السلف الوث يغيب والله يحييكم علي بن الشهر وعلي قالها الا به اللي في زمان الكهل عوق للحريب بجند الجيوش الخصوم ولا نحس ببالها يا مباني نجم السلف الوث يغيب والله يحييكم علي بن الشهر بتهونك